اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. باستثناء طبعا تريزيجيه المصاب واللي بنتمنى له طبعا سرعه الشفاء والعوده مره ثانيه للتالق في ملاعب الدوري الانجليزي، كل اللعيبه المصريين المحترفين في الدوريات الاوروبيه شاركوا وتالقوا كمان الحقيقه، وكان اسبوع مهم جدا بالنسبه لمشاركتهم مع فرقهم في دوري او الدوريات المختلفه. طبعا هبتدي مع حضراتكم بالمو محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي، وعلى الرغم الحقيقه منه خلينا نقول كده انه موسم سيء بالنسبه لليفربول على مستوى المنافسه على البطولات المختلفه، سواء خروجه من تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا او عدم قدرته على حفاظه على لقب دوري الانجليزي. ليفربول بيحتل المركز الخامس في التوقيت الحالي، الا انه صلاح مقدم سيزن اكتر من رائع. يمكن الحقيقه صلاح لعب في المباراه الاخيره مع فرقته قدام ويست بروميتش، والمباراه دي انتهت بفوز ليفربول بنتيجه 2-1. صلاح سجل فيها هدف التعادل لفرقته، لكنه هدف مهم جدا 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 لانه دخل صلاح بشكل كبير جدا في الصراع على لقب هداف الدوري الانجليزي. رصيد صلاح وصل ل 22 هدف، بيتساوى معاه بس هاري كين في نفس الرصيد من الاهداف، وليفربول زي ما قلت لحضراتكم بيحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 63 نقطه. النهارده في ماتش عند صلاح، ليفربول هيلعب مع بيرنلي، واعتقد انه في حاله ما اذا قدر صلاح انه يسجل هدف النهارده هيضرب حوالي اربع عصافير بحجر واحد، هنتكلم فيهم اكتر في الانترفيو طبعا اللي شرفنا فيه الناقد الرياضي وليد الحديدي. عندنا كلام كتير قوي عن صلاح، مش بس عن مشاركته وعن فرصه وحظوظه في حصوله على لقب الهداف، لكن كمان عن مستقبل صلاح مع ليفربول. نروح للمحمدي اللي بيظهر بعد غياب الحقيقه. كلام كتير على انه السيزون ده ممكن يكون السيزون الاخير للمحمدي في الدوري الانجليزي، هل تكون وجهته اللي جايه دوري مصري او دوري في احدى الدول الاخرى؟ هنعرف على كل الاحوال. احمد محمدي شارك بشكل اساسي مع فرقته استون فيلا في الجوله الاخيره، كانوا بيلعبوا قدام كريستال بالاس، والمباراه دي للاسف انتهت بخساره فريقه بنتيجه 3-2. تريزيجيه زي ما قلت لحضراتكم ما تواجدش طبعا في المباراه نظرا لاصابته بقطع في رباط الصليبي، واستون فيلا حاليا بيحتل المركز ال 11 في جدول الترتيب برصيد 49 نقطه. النني محمد النني متوسط ميدان الارسنال الحقيقه موسم يعتبر انا بشوفه انه الانجح لي مع الارسنال منذ انضمامه لي. صحيح يمكن ما كانش فيه استقرار، صحيح الفرقه ما قدمتش احسن مواسمها مع ارتيتا، لكنه شارك بشكل اساسي في ماتش فريقه الاخير امام تشيلسي، والفريق انتهى او المباراه انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف. الارسنال بيحتل السيزون ده المركز او الموسم ده المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 55 نقطه. طيب نروح لتركيا، وتركيا عندنا فيها طبعا الاناكوندا مصطفى محمد مهاجم جلاتا سراي، اللي الحقيقه يمكن الجميع اثنى عليه في مشاركته في اول مواسمه او في اول نص موسم بيضيف في الملاعب التركيه. مصطفى تالق بشده ولفت الانظار ليه، وكلام كتير جدا من تركيا قبل ما يكون من مصر على انه يستحق الانتقال لدوريات اقوى من الدوري التركي. مصطفى شارك الاسبوع ده كبديل في ماتش فريقه الاخير في الدوري التركي، كانوا بيلعبوا قدام مالاتاي سبور، والمباراه دي انتهت بفوز فريقه 3-1، وهو شارك كبديل في الدقيقه 46 من عمر المباراه. للاسف شديد جدا ما قدرش جلاتا سراي انه يحسم لقب البطوله، حقق 84 نقطه، وده كان نفس رصيد بيشكتاش، لكن بيشكتاش توج بالدوري التركي بفارق الاهداف. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم نص موسم اعتقد كويس جدا، بدايات مبشره جدا لمصطفى محمد بتقول انه عايز يعمل حاجه. في 16 مباراه شارك فيها مع جلاتا سراي تمكن من احراز 8 اهداف بواقع نصف هدف في كل مباراه، وده كبدايه ليه في دوري قوي ومع فريق قوي زي جلاتا سراي، اعتقد انه بدايه موفقه جدا، نتمنى له طبعا التوفيق. كريم حافظ، وكريم حافظ واحد يمكن يكون من النجوم المصريه اللي نوعا ما مش واخده حقها او ملهاش شعبيه او ملهاش جماهيريه. كل النجوم المصريه سواء كانوا بيلعبوا في فرق كبيره في الدوريات الاوروبيه او سواء كانوا بيلعبوا قبل ما يحترفوا بره في الاهلي والزمالك بيبقى ليهم شعبيه، بيبقى ليهم جماهيريه، بتبقى الجمهور دايما حريص على انه يتابع اخباره ويتابع ماتشاته ومشاركاته. كريم مش من النوع ده، على الرغم انه الحقيقه متالق جدا جدا جدا، وكتير من التقارير بتتكلم على
انه احتمال كبير جدا ينتقل لدوري اقوى او على اقل تقدير ينتقل داخل الدوري التركي لفرق من فروق الصف الاول، ده لو ما رجعش مصر. واحتمال كبير جدا مرشح انه في بعض الانباء بتتكلم على انه يروح للدوري الاسباني. كريم حافظ شارك اساسي في ماتش فريقه الاخير امام جلاتا سراي، والفريق انهى الموسم ده في المركز ال 15 برصيد 44 نقطة منهم الحقيقة، ودي يمكن النقطة المضيئة، انه كريم حافظ قدر ان هو يصنع 9 اهداف ويصبح الاكثر صناعة لفريق مالاتاي سبور في تاريخه، ودي طبعا نقطة بتحسب لكريم بشكل كبير جدا. نروح للدوري اليوناني، والبداية هتكون مع كوكا. كوكا الحقيقة متوج بالدوري بلقب الدوري اليوناني، وعلى الرغم من كوكا أنا بشوفه الحقيقة واحد من علامات الاستفهام الكبيرة جدا في الكرة المصرية، اللي يسمع حجم الإشادات و يعني المدح في كوكا وإمكانياته، واللي يشوف أرقام كوكا ويشوف أهداف كوكا اللي بيسجلها مع أولمبياكوس لقب صاحب لقب الدوري اليوناني يستغرب جدا، وما يقدرش يربط بين حالة كوكا في اليونان وحالته أيضا مع المنتخب المصري. واحد من علامات الاستفهام، لكن نتمنى إن شاء الله إنه يكون على الأقل في الفترة اللي جاية، وهنحتاج ذخيرة كبيرة جدا من لاعبتنا في الفترة اللي جاية. أعتقد كوكا مع محمد شريف مع مصطفى محمد أعتقد إن هم يمثلوا قوة ضربة جدا ومحترمة جدا لكابتن حسام البدري في مواجهات صعبة، سواء في بطولة أمم إفريقيا أو في تصفيات المؤهلة لكأس العالم. أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني شارك أساسي في مباراة فريقه الأخيرة، واللي تمكن فيها منه يفوز على باناثينايكوس بنتيجة 4-1. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا من فترة احتفل أولمبياكوس بحسم بطولة الدوري اليوناني. عمرو وردة هو تاني محترفينا في اليونان، وتحديدا في باوك اليوناني، واحد من أشهر الفرق اليونانية وواحد من الفرق اليونانية اللي لعب ليها عدد كبير جدا من المحترفين المصريين على مدار يعني أجيال مختلفة. لاعب باوك اليوناني شارك كبديل في مباراة باوك الأخيرة أمام أستيراس، واللي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1-0. باوك فنش الموسم أو خلص الموسم الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني، وحاليا طبعا بيخوض المنافسات الخاصة بالمرحلة الأخيرة للدوري عشان يحددوا الأندية اللي هيكون ليها الحق في المشاركة في البطولات القارية.